السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة يا جماعة هنتكلم عن 14 رؤية تدل على رجوع الزوج إلى زوجته مرة أخرى. أول رؤية معنا وهي رؤية الرجل المطلق أنه يمسك يد مطلقته في المنام. سواء رأى هذه الرؤية الرجل الطريق أو المطلق، وسواء إذا رأت المرأة المطلقة أن طليقها يمسك بيدها، فهذه الرؤية تدل على رجوع الزوج لها مرة أخرى. رؤية المرأة المطلقة أنها تنطق بالشهادة، فهذه الرؤية تدل على رجوع الزوج مرة أخرى. رؤية المرأة المطلقة أنها تمسك بالشموع المضيئة في يدها، شموع رأت هكذا، فهذه الرؤية تبشرها بأن زوجها سيعود إليها مرة أخرى. رؤية الرجل المطلق أن مطلقته حزينة وزعلانة، هذه الرؤية تدل على الرجوع مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى له. رؤية المرأة المطلقة أنها تركب السيارة مع طليقها، فهذه الرؤية تبشرها أيضا بالرجوع مرة أخرى. رؤية المرأة المطلقة أنها رؤيتها للكعبة تدل على أنها سوف تعود إلى زوجها مرة أخرى. رؤية المرأة المطلقة أنها ولدت طفلا، هذه الرؤية تبشرها بأنها ستعود إلى طليقها مرة أخرى. رؤية المرأة المطلقة إلى حمالة الصدر أنها مقطوعة، فهذه الرؤية تبشرها بالعودة مرة أخرى إلى زوجها. رؤية المرأة المطلقة أن طليقها يرسل إليها رسالة، فهذه الرؤية تبشرها بأنها ستعود إلى زوجها مرة أخرى. رؤية ضياع العباية للمرأة المطلقة، مع أن هذه الرؤية مذمومة لبعض الأصناف كالمرأة المتزوجة والبنت العزباء إلى آخر هذه الأمور، لكن المرأة المطلقة الوحيدة أن ضياع العباية تدل لها على الخير، وهو الرجوع إلى طريقها مرة أخرى. رؤية أكل البيض، والذي يرى هذه الرؤية الرجل المطلق بدلالة قول الله تبارك وتعالى كأنهن بيض مكنون. رؤية السفر مع الطليق أو المطلق، هذه الرؤية تدل على أنه سيعود إليها مرة أخرى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.